بجد الترحيب مره ثانيه بحضراتكم مشاهدينا، وبستمتع جدا لما يكون موجود عندي ابطال اكيد عدوا بمراحل كتير صعبه وقادرين ان هم يتحدوها، ولكن كمان طموحاتهم مش بتقف عند بطولات محليه، هم عندهم رؤيه وشايفين ان هم عندهم امكانيات يحققوا انجازات على الصعيد العالمي والدولي. حابين نعرف ايه اللي ممكن يكون مش مسهل قوي الطريق دوت، نقرب اكتر كده من مشوارهم في الجودو ورياضات قتاليه البنات بتلعب فيها اختين. نشوف بقى كده البيت دوت ازاي طلع بطلتين في نفس الرياضه، نوران وكريمان كامل. سعيده جدا بوجودكم، شكرا، منورين الدنيا. كريمان الاخت الاكبر بسنتين، فانت ممكن تبداي كده معايا وتقولي لي اخترتي الجودو ازاي، جه ازاي، واكيد من بعده بقى نوران قالت اتجه نفس الاتجاه. هو احنا اصلا بنلعب رياضه من احنا صغيرين، واحنا عندنا تقريبا 4 سنين. كنا بنلعب باسكت وفولي وهاندبول وسويمنج، خدتوا اللفه العاديه اللي بتاعت بتاعتنا كلنا دي. في مره كان كابتن احمد محروس شافنا واحنا ماشيين، كابتن كان مدير اداري المنتخب. أوكي. فقال لنا رشحنا عيني للجودو، قال لنا لو لعبتوا جودو هيفرق معاكم قوي، وانتوا شكلكم انتوا الاثنين هيبقوا كويس في اللعبه. أوكي. وقال لي هتدخلي فرقه بسرعه وما تقلقيش وبتاع، وفعلا يعني هو كان قد وعده وقد كلامه، وبعدها ب4 شهور جبت اول جمهوريه. طيب يعني هو فعلا شاف فيكم حاجه، انا حابه اعرف ايه المميز اللي انتوا ممكن وانتوا بتلعبوا رياضات ثانيه يبقى لفت نظر مدير فني وقال لكم كلمه وفعلا حصلت، ولكن استاذنكم نطلع للتقرير نقرب اكتر من بطلاتنا ونعود مره ثانيه. لهن، يعني ده فعلا خير الكتاب للتقرير. وانا بحيي اكيد البيت اللي كان بيدعم بنتين يكونوا بيشاركوا وبيحققوا انجازات. كنت بسالك قبل هذا التقرير تقولي لي كده ايه اللي فعلا كان مميز فيكم واستندتوا عليه عشان تقدروا تحققوا انجازات، وانت بتقولي بعد 4 شهور بس قدرت تكسبي بطوله. هو احنا يعني في الاول بيبقى طبيعي بنخش كذا لعبه، بس الجودو يعني بيحتاج ان احنا يبقى سننا اكبر شويه، فهو احنا كنا وصلنا بقى للسن اللي هو ايه اكبر سنه. فهو السن ده في الجودو يعني ما ينفعش انك تبداي من وانت صغيره قوي. اوكي، دي حاجه غريبه لان كل الرياضات بيقولوا احسن ان انت تبدا وانت في سن صغير. هي بتحتاج حاجات يعني مثلا زي يبقى لياقتك كويسه، يعني كذا حاجه بتحتاجها، بس الجودو بياخد من سن اكبر شويه. فهو بقى كان سننا اللي هو ايه سن 8 سنين و10 سنين، فاللي هو مناسب. كان مناسب اللي احنا نبدا نلعب الجودو، وبدانا وفعلا يعني ربنا كرمنا الحمد لله، ويعني بسهوله بدانا اللي احنا نحقق. انتوا في نادي ايه؟ الشمس. نادي الشمس. طيب كلميني بقى عن البطولات، يعني شايفه ما شاء الله في التقرير بطولات كتيره جدا قدرتوا تحققوها. بتسافروا البطولات مع بعض؟ انتوا بتلعبوا ميزانين مختلفين، عمركم ما هتتواجهوا دلوقتي؟ وكنا في الاول برضو بنلعب ميزانين مختلفين، بس جت لنا فتره في النص. ولا لا؟ نعم، قصدين جالنا في فتره في النص كنا بنلعب نفس الميزان، كان فاينل الجمهوريه كل سنه عندنا في البيت. بجد؟ كان اول وتاني الميزان على طول من عندنا في البيت، وتجارب منتخب على طول من عندنا. ساعات نوران بتكسب 5 مرات. مين كعبه اعلى على التاني؟ لا خالص، احنا لو شفتيها بنلعب مين كعبه اعلى على التاني؟ هقول لك خالص. خالص عندي مش كده، يعني لو شفتيها احنا بنلعب هتحسي ان احنا مش بنتمرن في نفس المكان. هي بتلعب بتكنيك وطريقه وانا تكنيك وطريقه ثانيه، هي ليها مدرسه في اللعب، انا مدرستي مختلفه تماما. لكن احنا بنلعب نوران كانت اصغر مني فكانت بتسيب لي، يعني ما لعبناش اكشولي ماتش حقيقي. وهي كمان ما كانتش ميزانها، هي كانت طالعه ضيفه عندنا في الميزان ورجعت ثاني ميزانها يعني. طيب بطولات كتيره جدا شاركتي فيها ومنهم بطولات عالميه، انتوا فين دلوقتي من المشاركه في بطولات دوليه كبيره؟ هو احنا عندنا مشكله شويه بس في الاتحاد الفتره الاخيره ان مفيش تاهيل للبنات الاولمبيات، مع ان انا احسن ترتيب عالمي على مستوى مصر. يعني انا احسن بنت مصريه على مستوى العالم الحمد لله. احسن بنت على مصريه على مستوى العالم، يعني في التاهيل احنا عندنا تاهيل. انت اول رانكينج بنت مصريه في الرانكينج الدولي. ايوه، على مستوى العالم. فلو في امل يعني ان في بنت تلعب الاولمبيات الجايه المفروض يبقى انا، بس احنا عندنا شويه مش هقول تقصير، بس يعني فكره ان البنات تسافر وتاخد تور او لفه في بطولات دوليه وعالميه في السينيورز مش موجوده. انا لعبت بطولات عالم جونيورز وكادت. على حسابك ولا على حساب لا الاتحاد؟ لا لا، حساب المنتخب. حساب الاتحاد. طبعا. وجبت 7 عالم، وده كان اول انجاز لبنت مصريه تجيب 7 عالم في سن بتاع الكادتس. فيعني كان التراك بتاعي باين من الاول ان انا الحمد لله هبقى لاعبه قويه يعني. بس بقالي فتره ما شاركتش في بطوله عالم ولا جراند بري ولا جراند سلام. احنا عندنا تقريبا حوالي 20 ايفنت مؤهل للاولمبياد كل سنه،
بغض النظر طبعا يعني المشكله اللي حصلت بتاعت الكورونا دي لغت لنا شويه بشكل عام. بس اوفر اول احنا تاهلنا كل سنه عندنا 20 ايفنت، فكان سهل قوي ان انا اتاهل لان انا الحمد لله محققه في افريقيا، وافريقيا بتدينا بوينتس كويسه. تمام، بالنسبه لك يا نوران انت فين من القصه دي؟ هو انا عشان لسه صغيره فانا ما خدتش لسه. بتدرسي لسه؟ اه لسه بدرس. انت فين؟ انا اخر سنه اعلام اكاديميه بحريه. الله، اعلام، ماشي حلو. وانت خلصتي ايه؟ هندسه بكالوريوس هندسه. ما شاء الله. تمام، فانت لسه ما دخلتيش في القصه بتاعت ان انا عايزه اشارك في حاجه. اول سنه سينيورز. اوكي، فانا يعني لسه داخله على المشكله دلوقتي. داخله على المشكله. هي في اول مشكله. في اول مشكله يعني انا يا دوبك لسه لعبت اول سنه سينيورز، ولعبت افريقيا يعني السنه اللي فاتت، الموسم اللي فات، فكانت اول مشاركه ليا سينيورز، انما غير كده كنت لسه بلعب جونيورز. فجونيورز الحمد لله كنت عامله فضه، برضه حصل لها مشاكل يعني بعد ما كنت عامله فضه وخلاص مسافرين واخدنا الاعداد وكل حاجه تمام، ما عملناش فيزا اللي هو هنسافر بطوله العالم. ما تعملكوش فيزا، ده تقصير من حد مسؤول ولا القدر؟ لا، اداريا، كان غلطه اداريه. غلطه اداريه يعني هم اخدوا، هي المفروض كانت بطولتها في البهامز وهم كان عندهم ترانزيت في لندن، فكان لازم ياخدوا التاشيره بتاعت لندن عشان ينزلوا حتى ترانزيت بس، فهم ما تداركوش الغلطه دي غير قبل السفر بثلاث ايام، فما لحقوش طبعا يعملوا اي حاجه مع يعني. تمرين مثلا خمس ست شهور غير بقى اللي هو التعب بتاعهم راح كله علشان غلطه اداريه. هل حد اتحاسب ساعتها ولا الموضوع؟ لا لا، الموضوع عدى يعني غلطه. طب ماشي، هنتكلم طبعا القصه بتاعتك تحديدا، واكيد في بنات كتيره بيتنافسوا معاكي في الرانكينج يعني طبعًا. في تنافس كبير، فاعتقد طبعًا. ان انتوا اكتر من صوت داخل الجودو النسائي، ممكن تكونوا بتحاولوا تحاربوا على قصة ان الاتحاد يكون أكيد. بيطلع مبلغ علشان تشاركوا في بطولات من خلالها تتأهلوا للأولمبيكس. عملتوا ايه انتوا كلاعبات في تحت مظلة الجودو يعني؟ يعني انا هقول لحضرتك حاجه، هو احنا الاتحاد بتاعنا واعي جدا وفاهم كويس قوي ان احنا المنافسه في البنات مش هقول اسهل من الولاد، بس هو ده طبيعي جدا ان البنات بتبقى اقل صعوبه من الولاد، فممكن نحقق ميداليه اولمبيه او طبعا ممكن نحقق، لان احنا الهيستوري بتاعنا في البنات كمان كويس جدا يعني، سواء كابتن سماح رمضان، كابتن هبه رشيد، كل الناس اللي سبقونا في اللعب كانوا واخدين حقهم وكانوا وصلوا لحاجات نتمنى ان احنا نقدر نوصل لها. الحلم مش بعيد خالص واحنا قادرين، والدليل على كده ان احنا لما بناخد اقل اعداد بنظهر بشكل كويس قوي يعني. انا لعبت في اخر بطوله اللي بطوله افريقيا دي مع بنت مصنفه من احسن 10 على مستوى العالم، تونسيه واكبر مني ب 10 سنين. في دوره الالعاب الافريقيه؟ لا، في بطوله افريقيا اللي قبلها بكام شهر، قبل دوره الالعاب بشهرين. بنت قويه جدا، معروفه جدا على مستوى العالم، بطله عالم يعني. ماتش كان قوي جدا، وماتش في الملعب، وكان يعني انا خسرت، احنا عندنا وقت بعد 4 دقائق اساسيين، ووقت بعد كده جول سكور، انا قعدت 6 دقائق جول سكور بعد ال4 دقائق، وده عندنا رقم يعني 10 دقائق ده لعب ده رقم كبير جدا. أيوة. خسرت بغلطه صغيره جدا وانذارات وحاجات كده، فما تلاقيني انا من غير اعداد تقريبا بلعب بالمستوى ده، فانت المفروض تهتم بيا يعني. احنا لو كنا بدانا كارير تاهيلي مثلا من أيوة. سنه او سنه ونص، انا كان زماني متاهله عادي خالص. طب انا هسالك، انا كان عايزه اعرف بس انتوا عملتوا ايه علشان كلمنا رئيس الاتحاد كذا مره وهو على درايه. هنشوف بقالكوا قد ايه فهنشوف؟ لا، سنتين بنشوف. اه طيب، عايزين اعداد عشان عندنا بطوله افريقيا يعني، عندنا بس على الصعيد الرجال الحال مختلف. اه لا لا، يعني لا، مش مثلا قله موارد ماديه. لا, لا. لا ولا لا خالص. طيب. لا، الولاد بياخدوا حقهم. لا، هنشوف يعني الموضوع ده بس بعد الفاصل. نشوف ليه الولاد بياخدوا حقهم. انتوا ده لسه الحديث مطول مع بطلاتنا في الجودو كريمان ونوران كامل، وخليني كده اروح معاك يا نوران وتقولي لي استعداداتك للبطوله اللي جايه. انت عندك بطوله افريقيه باذن الله، فقولي لي كده بتعملي ايه؟ هو احنا المفروض دلوقتي اللي احنا معسكرين في المركز الاولمبي، بس طبعا دلوقتي عشان اتوقف النشاطات لمده اسبوعين، فاحنا واخدين زي اجازه كده. بس اجازه ولا بقى كونكم يعني انا لسه كنت بتكلم، كل واحد بيبقى عارف مصلحته خلاص، اللي بيوصل للسن ده كل واحد بيبقى عارف مصلحته، لان احنا مش بناخد اجازه. استاذ عاطف المدير التنفيذي للمركز الاولمبي كان بيقول ان في تمرينات في المركز الاولمبي. في تمرينات بس هم نزلوا يعني، المفروض ان احنا واخدين اجازه يعني لوقت معين، لان احنا بننزل اجازه ونرجع تاني. يعني مثلا انا بعسكر اسبوعين، بنزل مثلا يومين اجازه وارجع تاني. اوكي، فاحنا دلوقتي المفروض اليومين بس هم مطولين شويه، يعني انا كنت المفروض هرجع تاني عسكر يوم السبت، بس نزل القرار اللي هو لازم ناخد اسبوعين،
ما فيش دلوقتي اظن حد معسكر خالص. بس احنا يعني بنتمرن لوحدنا. انا طول عمري فاهمه قصدك ان انتوا خلاص بقيتوا بروفيشنال كفايه ان انتوا عارفين. اللي انا اعرف انزل اتمرن لوحدي واعمل لنفسي تمرينه وبروجرام كامل من كل حاجه اللي انا اعرف اتمرن لوحدي. احنا بيبقى مشكلتنا اللي انا محتاجه حد يتمرن معايا بارتنر، يعني احنا عشان لعبتنا مع انها فرديه بس لازم نحتاج زميل ان يتمرن معايا. ما ينفعش انت تشتكي من الموضوع ده طبعا. يعني ينفع اتمرن مع كريمات طبعا بس على فكره ادفانتج عندكم. ايوه مش عندنا. واخونا كمان بيلعب جودو طب زي الفل خلاص. يعني هو البيت كله فبيبقى الموضوع بالنسبه لنا اسهل من ناس تانيين. اسهل بكتير. معسكراتكم بتكون محليه اكتر ولا ساعات بيكون مع بطولات كبيره ممكن يكون في معسكرات خارجيه؟ لا كله محلي، كله في مركز الاولمبي. انا سافرت معسكرين دوليين السنه اللي فاتت، كانوا استعداد لبطولات كبيره، بطوله افريقيا وبطوله دوره الالعاب، دوره الالعاب الافريقيه اللي كانت في المغرب. طيب الحياه بقى بعيدا عن الرياضه بتعملوا ايه؟ يعني انت فاصله خالص حياتك كهندسه ما بتشتغليش فيها، ما اشتغلتيش فيها خالص؟ انا لسه نيو جراديت، انا لسه متخرجه الشهر اللي فات. الله يبارك فيك. فلسه الدنيا بالنسبه لي لسه باديه بقى اشوف الشغل واجي. بس انا اكشولي حتى فتره الدراسه يعني كنت مركزه طبعا اكتر في الرياضه. احنا انا كل حاجه في حياتنا بنختارها عشان الرياضه تمشي معايا. يعني انا كان ينفع اخش مثلا جامعه حكومه بس احنا دخلنا جامعات خاصه عشان فاسيلتيز تبقى احسن والغياب والحضور. وكمان دكتور اشرف صبحي لسه كان عامل لنا ميتنج في الجامعه وقال لنا اي حد محتاج حاجه، وفعلا دكتور اسماعيل عبد الغفار عندنا في الجامعه رئيس الاكاديميه البحريه ساعدنا كتير قوي وبيقف جنبنا. ففعلا كانت حاجه كويسه قوي. الجامعات اللي بتدعم الرياضيين طبعا تقريبا كل المنتخبات المصريه هناك. يعني بالزبط. عندنا اقوى منتخبات تقريبا عندنا في الجامعه، يعني اللي بيعسكر في المركز بننزل مع بعض الجامعه. بالظبط. طيب وفين بقى؟ يعني انا عارفه ان انت خلاص قريب بخطوبتك فبرضه نشوف كده النص الحلو في حياتك. يعني ان شاء الله ربنا يسهل قريب. يا ربنا يسهل. لو موجود النهارده وما سابهاش تيجي لوحدها شغل عالي كده. طيب اصعب البطولات اللي سافرتوها وحضرتوها مع بعض، يعني انتوا كنتوا محتاجين الدعم اللي انتوا قدمتوه لبعض كان لازم. اخر بطوله افريقيا. افريقيا كبار، اخر افريقيا لينا لعبناها. وبعدين انا ونوران جبنا احنا لاني افريقيا كانت فين؟ اللي جنوب افريقيا. جنوب افريقيا. ومن اربع سنين تقريبا انا ونوران كنا الميداليتين الذهب الوحيدين لمصر في بطوله افريقيا برضو. كل واحده لعبت في سن، كانت نوران بتلعب كادتس وانا بلعب جونيورز. هي جابت ذهب وانا ثاني يوم جبت ذهب. فكانت حاجه حلوه قوي ان احنا نبقى اختين والميداليتين الذهب لمصر كانوا من عندنا. فكانت الحمد لله كانت حلوه قوي. بطوله افريقيا اللي فاتت يمكن كانت نوران اول مره تطلع سينيورز وانا كنت لسه راجعه من اصابه وكان عليا شويه مشاكل وضغط وكده قبلها. فربنا كرمني الميداليه، هي طبعا وقفت معايا وساعدتني. يمكن تكون هي يعني البيت عندنا سبورتيف قوي للحياه الرياضيه، يعني عكس بيوت كتير اللي هو بيقول لنا لا ما تلعبوش لا ما تعملوش. بس بصراحه يعني البيت عندنا بيساعد كتير. احنا كمان عشان قريبين من بعض قوي، يعني سننا قريب، دراستنا قريبه، كل حاجه تقريبا بنعملها في نفس الكاتيجوري بتاعت حياتنا. فيعني هي بتعرف ازاي الويكنس بوينت مثلا اللي عندي قبل الماتش، فهي تعرف تقول لي لا خدي بالك. يعني هي احنا بنعمل كوتشنج وبنعمل حاجات سايكولوجيكال وبتاع، فبنبقى قادرين. واللي بيبقى عنده ويكنس بوينت في حاجات تانية بيعملوا سبورت كويس قوي. طيب الاتحاد الجهاز الفني موفر ايه من القصص اللي بقى كريمان بتتكلم عليها دي اللي هي مهمه؟ حاجه زي ثيرابي او سايكولوجيست، فاهمه؟ يبقى بيتكلم معاكوا نيوتريشنست، اي حاجه كده. الحاجات الزيادات ديت متوفره الى اي مدى؟ مدى صغير؟ لا مش موجوده. يعني مش موجوده الحاجات دي. انت بتعتمدي على نفسك. طب في قصه المكملات الغذائيه، عشان دي من اكتر الحاجات اللي شغله دماغي في الفترات اللي فاتت، لان هي للاسف بيبقى عدم وعي من عند بعض اللاعبين. انا بصراحه بكلف اللاعبين دايما، يعني لو في منشطات في التحليل بتاعه دايما بحط على اللاعب، عشان هو خلاص المفروض بقى واعي كفايه وبروفيشنال، هو ما ياكلش اي حاجه ولا لحمه من اي حته ولا ياخد سبلمنتس هو مش عارف ايه المكونات بتاعتها. بتتعاملوا مع الموضوع ده ازاي؟ بصي انا هقول لحضرتك، هو احنا بنبقى عارفين ايه الصح من ايه الغلط. خلاص احنا بنبقى عارفين، وبعدين لينا الدكتور بتاعنا. انت مش متاكد من حاجه يعني ممكن تسال قبليها. اوكي. انت مش متاكد من دي، خلاص احنا ممكن نسال. وساعتها بيبقى الدكتور هو اللي عليه اللوم مش اللاعب. يعني لو هو اللي قال على لو اللاعب سال الدكتور والدكتور قال اوكي خلاص، يبقى انت كده بتشيل المسؤوليه من على نفسك اللي هو خلاص. وبعدين غير كده يعني السبلمنتس اصلا هي معتمده عن فكره ايه؟ انت ما بتبقاش بتاكل كويس فجسمك مش بيبقى واصل له الغذاء الكافي، فانت بتضطر انك تاخد سبلمنتس. ف
فمثلا بتيجي للاعبين اللي هم بيخسسوا مش عارف ايه، فبنضطر ان احنا ناخد سبلمنت يعني ايه بدل الاكل. أيوة. مش اكتر. فاصلا في ناس مش بتبقى محتاجه للسبلمنت، او اتليست احنا لعبتنا ساعات مش بتبقى محتاجه للسبلمنت خالص. بس اعتقد دي ثقافه برضو مش عند كل الرياضيين، هو ممكن بيبقى بالنسبه له انا عايز اخد سبلمنتس عشان زي الباقي. ما في ناس تعمل كده، بس عامه يعني ما فيش حد، يعني في ناس عندها تاخد سبلمنتس وكميات كبيره وبتاع، طبعا موجود. بس بيبقوا اوير باللي هم بيعملوه. والمنظمه المصريه لمكافحه المنشطات بتتواصل معاهم. طبعا بيجوا يحللونا على طول. كل شويه بيحللوا لنا. التواصل، ما هو ده التواصل. بس يعني هم صراحه السايد بتاعهم، بس احنا ما عندناش المينتاليتي اللي تخلي كل اللعيبه تدخل وتدور وتبقى عارفه. وبعدين احنا مش كل الناس دراستها مخليها مثلا فاهمه ايه المواد اللي المفروض تتاخد وايه اللي ما تتاخدش. فيعني الموضوع فيري كومبليكيتد، ومش سهل خالص ان اي حد يبقى فاهم. احنا بنبقى عارفين بقى ما بيننا وما بين بعض، يعني مثلا بلاش تاخد كذا عشان في كذا، او غالبا بيبقى حد راح ضحيه حاجه معينه فبلاش عشان فلان مثلا اتعرف ان هو اخد كذا فتوقف. بس لكن اوفر اول في حاجات ستاندرز، يعني مثلا في ناس البروتينز ما بتقدرش تتمرن من غيرها، الامينوز عامه. فموضوع السبلمنت ده موضوع كبير قوي، وبيحتاج فيري بروفيشنال دكتور عشان يعرف يهندل الموضوع يعني. طيب لو تقولي لي برضو محليا الدنيا عامله ازاي، وبطولات بتبقى كافيه ان انتوا من خلال البطولات اللي بتشاركوا فيها محليا نقدر نقول عددهم كويس لما بتسافروا في الخارج، بتبقوا اوريدي عملتوا فترات احتكاك كويسه محليا؟ محليا يعني هو ساعات، يعني مش كل الموازين بتبقى زي بعض، لان احنا بنلعب 8 موازين، مش كل ميزان يعني مثلا بيبقى الميزان التقيل قوي مش زي مثلا خفيف خالص، عشان هي بتبقى مرحله. هو دايما اللي بيبقى الميزان اللي في النص دول هي بتبقى ايه زي يعني شكل المرحله، اللي هم بيبقوا الموازين اللي في النص هو ده الافريج اللي هو طبيعي يبقى جسمك كده في المرحله دي. فهي دي مثلا بيبقى فيها اكتر الناس. اوكي. بس ايه بيبقى مثلا معروف، يعني احنا عندنا هنا محلي بيبقى معروف مثلا الفاينل هتقف كريمان وحد تاني، الفاينل هنا هيبقى بيقف ناس بقى يعني قليله قوي اللي ممكن تيجي تكسر القاعده. بيبقى عندنا هنا فبيبقى معروف مين اللي ممكن يكسب ومين اللي ممكن يخسر. يعني احنا عندنا الكومبيتيشن على قد ما هي عاليه، على قد ما هي محسومة. تقريبا بالظبط محسومه، يعني ممكن من التسخين كده واحنا بنسخن في البطوله اقول لك الفاينل بتاع الميزان كذا فلان وفلان هيلعبوا. قليل قوي بقى اما يحصل حاجه مثلا ماتش مثلا يمشي غلط مش عارف ايه. لكن احنا عندنا اللي بيفضل بطل، يعني انا الحمد لله انا اول جمهوريه من 2007 لحد دلوقتي ما شاء الله متواصل. وتجارب منتخب مش عارف ايه، ما يعني كل البطولات. نوران برضو اول جمهوريه بقالها كتير، بس كريمان حاله نادره، يعني كريمان حاله نادره هنا اللي هي فضلت لوقت طويل قوي محافظه على اللقابه ما شاء الله. يعني معظم اللي بيبقوا كبار عندنا بيطلع بيضربوا من الصغيرين. يعني دايما بيبقوا الجيل اللي طالع حد طالع كده يجري وما عندوش حاجه. انا عملت كريمان يعني ما شاء الله عملت كده. يعني كريمان عملت كده في جيل الاكبر منك. يعني كان في ناس كباتن كبيره وناس معروفه جدا، كانت الكومبيتيشن كان عندي اصلا 16 سنه ونص او 17 سنه ولعبت درجه اولى، وتشيز ان كان سني صغير جدا. يعني انا كنت راجعه من بطوله، كنت سنه يعني في سنه اللي هي جريد 12 اللي هي ثانويه عامه. لعبت كادتس عالم وجونيورز افريقيا وعرب وعالم، ولعبت سينيورز تجارب منتخب. فدي كانت حاجه ان انا سابقه قوي الناس اللي في جيلنا، ولعبت مع ناس فرق السن كان 12 و14 سنه، فدي كانت حاجه حلوه قوي ان انا ابدا من بدري ان انا اول ميزاني. يعني سليم وشرف، وانا اتشرفت بوجودكم معايا النهارده، وان شاء الله كل اللي جاي ليكم وتحققوا كل احلامكم. بشكركم شكرا جزيلا. شكرا. كريمان، نوران، كامل، بطلات مصر ومنتخب مصر في الجودو، نورتوا الدنيا وموفقين باذن الله. شكرا جزيلا. شكرا موصول ايضا لحضراتكم مشاهدينا على حسن المتابعه، وباذن الله حلقه جديده بكره هتتابعوها معانا من ملعب الابطال. تقبلوا تحياتي والى اللقاء.